خلينا نروح نعرف تفاصيل اكتر من سيادة اللواء دكتور سمير فرج. اولا مساء الخير على حضرتك. مساء الخير لك يا احمد وكل السادة المشاهدين. ماذا يعني هذا الاجتماع وماذا تعني امتلاك مصر او يعني امتلاك مصر شبكة وطنية موحدة للطوارئ والسلامة العامة؟ تمام، اسمح لي الاول بس نعرض اول حاجة. فضل. وهي القيادة الاستراتيجية. اي فندم. القيادة الاستراتيجية، الدول اللي في العالم عندهم قيادة استراتيجية هم خمسة. أمريكا، روسيا، الصين، إنجلترا، فرنسا. دول الخمس دول. الفكرة نشأت في القيادة الاستراتيجية لما كان سيادة الرئيس السيسي بيزور روسيا وهو وزير دفاع. وكانت مجاملة من الرئيس بوتين للسيد الرئيس السيسي أيامها إنه خده ودخله مركز القيادة الاستراتيجية الروسية. ودي حاجة من النادر ان حد يدخلها في حاجة زي كده، فكانت يعني مجاملة من الرئيس بوتين. فور عودة الرئيس السيسي فقال، ودي اسلوبنا بره، لما تطلع وتشوف حاجة لا طب نعمل احنا كمان، احنا دولة مش قليلة. وبالتالي بدأت القوات المسلحة المصرية تجهز لانشاء القيادة الاستراتيجية، واحنا هنكون الدولة رقم 6 في العالم والاولى في المنطقة اللي يبقى عندها هذه القيادة الاستراتيجية. اهمية امتلاكنا ده ايه؟ اهمية ايه بقى؟ انت احنا يعني في العمليات مثلا عندنا هيئة العمليات عندها غرفة العمليات. وزارة البتاع السياحة عندها الغرفة، وزارة الخارجية، وزارة الداخلية. النهاردة استراتيجية انت بتاخد الدولة كلها. كلها في قيادة واحدة. فيها داتا بيس سيستم وفيها كل المعلومات الخاصة. يبقى يوم ما سيادة الرئيس تحصل مشكلة يقعد في القيادة الاستراتيجية، وليس زي ما كان قبل كده مثلا في حرب اكتوبر الرئيس السادات قعد في غرفة عمليات القوات المسلحة. نعم. فالنهاردة دولة انت بتتكلم استراتيجي بقى. أيوة. وليس عسكري عملياتي. أيوة. بتتكلم على الدولة كلها. تبقى انت قاعد بتقود الدولة استراتيجيا، وده المفهوم اللي حطوه الغرب. اللي حطته امريكا وحطته انجلترا وعجل فرنسا وعندنا روسيا والصين. انك انت بتحكم الدولة استراتيجيا. نعم. في القيادة. نعم. ودي ان شاء الله هيبقى في المبنى الجديد في الاوكتافيون. اللي ان شاء الله هيبقى في العاصمة الادارية. عظيم. ده كده للقيادة الاستراتيجية، واعتقد ان كده وضحت، وهنبقى سادس دولة في العالم، ودي حاجة كويسة، واحنا بقى لنا سنتين بنبني فيها لان عايزة داتا بيس رهيبة للدولة كلها. تمام. هتبقى نقدر نقول كده يعني كل حاجة في مصر متشافة. متشافة وموجودة عندك على الكمبيوترات. اطلب مثلا في مشكلة في مصر في الطيران، مصر الطيران موجودة عندك الداتا والبيانات والطيارات لدرجة صلاحية كل طيارة. واخر مرة عملت كل ده موجود عمرة موجودة في الايه؟ في الداتا بيس. ماشي؟ كويس. نشوف بقى النهاردة ماذا حدث واحنا بنتكلم على الشبكة الوطنية الموحدة. ايوه. الفكرة جت ازاي يا احمد؟ نعم. احنا كان ماشيين قبل كده ب يعني مراكز الازمات. كان كل قطاع في الدولة عنده مركز ازمات. ايوه صحيح. القوات المسلحة عندها احسن مركز ازمات موجود يمكن في الشرق الاوسط، اتعمل من 25 سنة، واللي كان عمله اللي هو محسن السلاوي. اللي هو حاليا مستشار سيادة الرئيس الرئيس السيسي للمتابعة. وزارة رئاسة الوزراء عندها مركز إدارة الأزمات، وزارة الداخلية، وزارة الحكم المحلي. دي كلها ما كانش فيه رابط بينهم. فاهم؟ تحصل ازمه طب في ايه؟ طب فين انت فاهم؟ النهارده بقى بدا سيادة الرئيس يعمل ان في هذا السيستم اللي هيلم كل مراكز الازمات في مصر حته واحده. ولكن الساده القاده اللي قاعدين قدامك النهارده كان سيادة الرئيس بيركز على ايه؟ على شبكه موحده. اهم حاجه انها باعلى درجه عاليه من التكنولوجيا. صورة تتنقل فورا. مشكلة زي ما انت قلت سيول في منطقة، يبقى تطلع الطيارة المسيرة اللي تطلع تصور وتتنقل في اون ذا سبوت عند سيادة الرئيس وقاعد. فاهمني؟ في اي مكان. لا قدر الله، لا قدر الله قناطر من القناطر حصل فيها مشكلة. برضو المركز ده. والميزة بقى هنا ايه يا احمد؟ نعم. ان كل ازمة من دول لها سيناريو موجود. هو انا ساعتها ما تحصل البلوى اقعد افكر اعمل ايه؟ لا. ده في الداتا وفي سيناريوهات موجودة. ايه سيناريوهات؟ هنفترض سيول في المنطقة الفلانية. طيب اني عربيات اللي تتحرك بتاعة الاسعاف؟ اني مستشفيات اللي كل ده متحكم بالشبكة اللي قدامك النهاردة.
اللي عملها سيادة الرئيس. وفيها كلمة ما حدش خد باله منها، مؤمنة. مؤمنة يا احمد. لان ما فيش حد يتداخل، لانك انت هتبدأ تنقل معلومات وصور وحاجات زي كده مش مطلوب ان حد يعرفها. بس دي شبكة منفصلة عن الشبكات بتاعتنا. كل منفصلة تماما. تماما. عشان كده انت شايف كل اللي قاعدين النهاردة، مدير الاشارة، مدير المخابرات، نظم المعلومات، كل الناس دي اللي مسؤولة عن شبكات الاتصال، وكان سيادة الرئيس النهارده بيفكر او بيتابع هذه الشبكة الموحدة في اطار انك تعمل بقى مركز ادارة ازمات على مستوى الدولة. لما تحصل ازمة سيادة الرئيس هيدير الازمة دي منين؟ لو احنا دلوقتي او زمان ما كل وزارة الرأي عندها ادارة الازمات بتاعتها، لا، هنا النهارده هيبقى في العاصمة الادارية الجديدة مركز موصل بالشبكات، المواطن بيشتكي زي ما انت قلت داخل على الشبكة. انت فاهم؟ في مشكلة موجودة في الري، في حتة ما وصلش المية، يشتكي يوصل الكلام ده. فحقيقي كانت حاجة كويسة جدا، واحنا بنتطور تطور كبير باستخدام التكنولوجيا الحديثة بغرض السيطرة ومنع اي مشاكل تتم في مصر في المستقبل. طيب سيادة اللواء سمير، خلينا نروح على طول لأكتوبر وانتصاراتنا، ودايما كل سنة وحضرتك طيب، وكل ابطالنا دايما بألف خير، كلهم دايما بألف خير. السادس من اكتوبر الانتصار العظيم، هناك بعض وانا بكرر الحكاية دي مرتين ثلاثة، يعني جالهم انه جرأة انهم يعني ناس مفترض انهم مصريين، يعني يقول لك ما انتصرناش اكتوبر وما حررناش سينا وسينا ما تحرر، يعني حاج تابعت الحكاية دي وشفت الكلام ده ازاي؟ والله يا احمد انا الواحد بيزعل لما بيلاقي كده وبيلاقي الكلام ده. واحنا اول امبارح كنا عرضنا على المحطه بتاعتكم وعلى الشبكه ابسط حاجه، كيسنجر. كيسنجر اللي هو كان يعني في السبعينات والثمانين هو البطل في السياسه الخارجيه، هو اللي طلع امريكا من مستنقع فيتنام، خد بتاع ده نوبل للسلام، عمل التقارب بين امريكا والصين، عمل كل الكلام. الراجل صوت وصوره، احنا اول امبارح عرضناه وقال ان احنا خدعنا السادات، يعني هو قدر يخدع الناس دول، وقعد يتكلم صوت وصوره احنا هنقول ايه بس. وبعدين في الاخر احنا لم نكن متوقعين المصريين يهاجموا، ولكن في النهايه المصريين انتصروا. هنعوز اكتر من كده ايه؟ احنا النهارده اللي عملناه يا احمد في حرب اكتوبر بيتدرس والله في كل المدارس والكليات في الخارج. النهارده روسيا بقى لها بتحارب 7 أشهر مع اوكرانيا، ولا درس واحد غير حاجه واحده، ان روسيا بدل الضربات الجويه استخدمت الضربات الصاروخيه لتقليل التكلفه، لان الطياره بتتكلف 100 مليون دولار بعكس صاروخ يعني كذا الف. فهي دي الحاجه الوحيده اللي طلعت فيها في هذه الحرب. لكن احنا تعالى غيرنا المفاهيم في الاساليب المحضره، وكل الكلام ده بره موثق. النهارده معركه المنصوره الجويه النهارده بتدرس في العالم كله. احنا قعدنا 4 ساعات في انجلترا وكنا في 75 ولم نكن ندري، بيشرحوا لنا احدث معركه جويه في العالم، 200 طياره، لم يحدث في معركه 200 طياره، 54 دقيقه مده المعركه ما حصلتش قبل كده، 120 طيارة من إسرائيل و 80 طيارة من مصر، مصر وعليها 5 طيارات وإسرائيل 17-18 طيارة. الكلام ده كله تم فين؟ تم ما هو كل ده يعني إسرائيل على 18 طيارة احنا 5 وبرضه انهزمنا. حائط الصواريخ اللي اتحط ده النهاردة كان زمان يتقال لك يعني القوات الجوية اير سوبريمسي، سيادة جوية، انك اللي تحت اللي قدامك ما عندوش حاجة، سيطرة جوية يعني عنده اعداد اكتر ونوعيات، او تعادل جوي، احنا الاتنين زي بعض. النهاردة مصر قالت لك لا، تحييد القوات المدافعة الجوية يعني المعادية. اتحط النهاردة رابع بند في كل قوانين القتال في العالم. ليه؟ المصريين قالوا لو القوات الجوية بتاعتك اللي قدامك اقوى منك ممكن تحيدها من المعركة وتعمل نقول ايه ما تم من الحاجز اللي حطه المشير محمد علي فهمي، حائط الصواريخ. احنا في ايه بس يا جماعه؟ قائد الدفاع الجوي. طبعا قائد الدفاع الجوي العظيم اللي انشا قياده قوات الدفاع، وهو اللي انشا حائط الصواريخ خلال مبادره اوجست، ولولا ما كناش عبرنا ولا انتصرنا في هذه الحرب. فالحمد لله كل الناس دي بتتكلم حرام اللي بيحصل ده، انما لا، ده شعب انتصر وضحى 6 سنين في حرب استنزاف، شفنا فيهم كل انواع نقول التعب، ولكن الشعب يعني نقول يتحمل.
بص يا احمد، النهارده برضو ارجو ان اي حد يخش على الانترنت معارك نقول نقول الحروب الحديثه، الحروب الجيل الرابع والخامس، تلاقي الانترودكشن يا جماعه، خش على النت وشوف المقدمه يقول لك ايه. ان في حرب 67 انتصر الجيش الاسرائيلي على الجيش المصري، دي حقيقه، ولكن لم تركع مصر ولم تهزم مصر. ليه؟ لان الشعب فضل صامد. الشعب هو اللي رجع الرئيس لما تنحى. الشعب اللي وقف مع القوات المسلحه وقالت احنا وراكم وعنكم. اذا دلوقتي بيقول لك ايه، الحرب الحديثه الرابعه والخامسه بقى ما بقتش دبابه لدبابه ولا مدفع لمدفع، لا، عايز اسقط مين؟ الشعب. لان الشعب هو اللي وقف مصر، هو اللي منع ان مصر تهزم في حرب 67. الجيش انهزم لكن مصر فضلت واقفه بمين؟ بالجيش. عشان كده النهارده كل الضربات لمين؟ للشعب، بالاكاذيب والاشاعات والافتراءات، عشان الشعب يفقد الثقه بالجيش بتاعه، يفقد الثقه بحكومته، بدولته، برئيسه، فتنهار الدوله. فعشان كده مصر بيقول لك بتدي القدوه دايما في كل حته، ان في 67 هذا الشعب هو اللي حمى مصر، ولم تنهزم مصر ولم تركع مصر. سيادة اللواء سمير، خلينا نرجع ل 23 ديسمبر 2012. الفريق اول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع يصدر قرارا بحظر تملك الاراضي المتاخمه للحدود الشرقيه. وزير الدفاع يحظر على الاجانب تملك اراضي في سيناء. ناخد عناوين سريعه، العناوين اللي عندنا. عناوين يا جماعه. ننزل ثانيه واحده، خلي حضرتك معايا معلش عشان ناخد العناوين وحضرتك معانا. وزير الدفاع يصدر قرارا بحظر تملك الاراضي المتاخمه للحدود الشرقيه. عايزين احنا جايين بس عشان نعرف بس الرجال قاده عملوا ايه، عشان ده امتى كان محمد مرسي عيسى العياط هو اللي بيحكم، والرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع. عمل ايه وزير الدفاع اللي قدامكم ده وسياده اللواء سمير يتكلمنا عنه حالا؟ وزير الدفاع كذا، بناخد الاخبار، في اخبار، ناخد باقي المواقع سريعا سريعا، باقي المواقع، باقي المواقع، نشوف باقي المواقع. ايوه باقي المواقع. ادي اخبار. طيب ده خبر او دي الاخبار او ده كان واحد من اهم القرارات اللي كانت 23 ديسمبر 2012، هذا الرجل بيحافظ على سيناء. طيب قبل ما نروح لسيادة اللواء دكتور سمير فرج، كنت قابلت للرئيس محمود عباس في 24/8/2014 في حوار. كان الرئيس محمود عباس في زيارة، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، عملت معاه لقاء في اليوم ده، كان قال لنا كلام مهم. جزء من هذا الحوار هذيعه لحضراتكم عشان نعرف مين اللي كان هيبيع مصر. الرئيس محمود عباس في الحوار اهو قال لنا شخصيا، ولما على واحنا بنسجل الحوار، فالمعلومات اللي كم المعلومة اللي قالها الناس اللي كانوا عايزين يسلموا 1600 كيلومترا، قلت له مين واحنا في الفاصل؟ قال لي محمد مرسي عرض علي الحكاية دي وانا رفضتها. اسمعوا معانا الرئيس محمود عباس هذا الكلام، الحوار ده يوم 24/8/2014. نسمع الرئيس محمود عباس عشان نعرف مين اللي كان عايز البلد دي تتقسم، ومين اللي كان عايز يسلم البلد دي للإرهاب. نسمع. معروف موقف إسرائيل. هلا أقول لك شو موقف إسرائيل بقى. موقف إسرائيل تريد أن تبقى غزة منفصلة عن الضفة الغربية. نعم. وهون بنحكي بقى بإصرار. وما عندوش مانع يكون هون كيان منفصل. وما عندوش مانع انه اذا مصر بتتكرم على غزه ب 1600 كيلو تعطيهم اياها. بتعرفوا القصه. طبعا احنا اللي كانوا عايزين يعملوه قبل كده، انه حل مشكلتهم على حسابنا. وهي معروفه بمشروع ايجورا ايلاند. وسمعناه في مصر في الفترات الماضيه ورفضناه. فاسرائيل ما عندها منع، اما بالضفه فهي ترفض اقامه دوله فلسطينيه مستقله. هذا الرئيس محمود عباس، هذا الكلام اللي قاله 24/8/2014، انه مصر تتكرم وتدينا 1600 كيلومترا. وقتها في الفاصل سالته مين؟ قال لي محمد مرسي عرض علي وانا رفضت هذا الكلام. يخلص قصه غزه وادي سينا لغزه. اتفضل سياده اللواء دكتور سمير فرج. طبعا والله يا احمد دي كانت ماساه فعلا،
وعشان كده انت فاكر لما حصل حوار بيني في 6 اكتوبر السنه اللي فاتت مع سياده الرئيس، وانا قلت له كلمه واحده، قلت له سياده الرئيس السيسي بعد 100 سنه الناس هتقول ايه؟ هتقول انك انت خلصت مصر من الاخوان. وكل اللي بتعمله ده قوم لمصر، ولكنك خلصتنا من الاخوان، دي كان اكبر حاجه. واديك شفت النهارده انت اهو صوت وصوره مع الرئيس عباس بيقول كانوا الاخوان هيبيعوا ارضنا نقول ايه؟ مش للفلسطين، انما هيدوها لاي حد بره عشان يحلوا القضيه الفلسطينيه. طبعا يا احمد الكلام ده لما كان سياده الرئيس السيسي موجود وزير دفاع وشاف الكلام ده، عشان كده اصدر القرار بمنع تملك الاراضي في سيناء لغير المصريين، وادى قرارات كتيره جدا، حتى هناك من كان مستاء لان هناك مستثمرين جايين وعايزين يشتغلوا وعايزين يبنوا فنادق وبالذات في جنوب سيناء، فقال لا لن نسمح، وحتى اذا حد عمل لازم تكون الغلبه للمصريين، ده لو عايز يعمل فندق او يعمل مشروع استثماري في سيناء، وان غير مسموح هو بيمضي العقد غير مسموح له ان يبيع بعد كده لحد تاني يعني غير مصري، وبالتالي انت عارف ممكن بقى ده فلان يجي ويعمل شركه وياخد جزء 40% وبعد كده يبيعها لاسرائيلي، مين تبص تلاقي اسرائيل اشترت. فعشان كده حقيقي من انا بحييك النهارده انك انت فتحت هذا الموضوع، لان من الموضوعات المهمه اللي حافظت على الارض المصري. اسمح لي احمد برضو ما دام انت فتحت موضوع سيناء نكلم الناس عن سيناء، ايه اللي حصل الفتره اللي فاتت. ماشي، اسمح لي في اول خريطه عند حضرتك. ايوه، عن سيناء. سيناء بس نوضح للناس بالراحه عشان ايه؟ احنا بنفهم، ما احناش لا مع ده ولا مع ده. احنا بنشرح للناس نقول لهم خريطه سيناء، ودي الخريطه الاولانيه. سيناء بتمثل يا جماعه سدس مساحه مصر. تمام، عبر التاريخ كله سيناء كانت كل مع يعني معبر للهجمات ضد مصر. من اول الهكسوس 4000 سنه، الاسكندر الاكبر جه منين؟ من سيناء. الحمله الصليبيه الثانيه جت منين؟ من سيناء. حتى دخول الاسلام لمصر جمع عبر مين؟ سيناء. حرب 56 67 73 واخر بلوه الارهاب. فكانت الفتره دي كلها سيناء هي البوابه لنقول اي اعتداءات على مصر، وهي المطلوب تأمينها. اللي حصل عشان انا برضو ما اقولش كلام من عندي، انا بحب دايما اجيب وثائق. تعالى الصورة اللي بعديها، وهو مجلس الامن بيطلع كل سنة تقرير. تمام عنه. فنشوف التقرير اللي طلع يوم 28 يناير اهو قدامنا على الصورة. أيوة. 2022 مجلس الامن في الامم المتحدة بيطلع تقرير سنوي عن الارهاب. اي حد يخش على النت يطلع الكلام ده، عشان احنا ما بنقولش حاجة غير موثقة. ده التقرير ال 14 بيتكلم عن الارهاب. وقال لان الامم المتحدة سنة 2015 بالقرار 22-53 طلعت قرار ضد الارهاب وبالذات داعش وتنظيم الدولة الاسلامية. قالت ايه في التقرير ده بتاع السنة دي 28 يناير؟ صفحتين عن مصر. قالت ان مصر استطاعت القضاء على الارهاب من خلال ايه؟ تنمية سيناء اولا، ثم القوات العسكرية الشرطة والجيش. صفحتين. الكلام ده احمد ليه؟ الرئيس السيسي اول ما تولى الوزارة الدفاع واحنا كنا مخلصين اياميها المجلس العسكري. انا قعدت اول اسبوع كده معهم، فكان اول يوم بيتكلم على الاعلام وعايزين الشفافية. مش عايزين نكذب، ولو في اي حاجة خطأ نقولها وندافع عنها. انا فاكر اليوم ده. بعد ما خلص الاعلام اتكلم على سيناء، وكانت اياميها بدأت المشكلة اللي انت عرضتها دلوقتي، ان في كلام ان احنا ندي الفلسطينيين مش عارف ايه وارض الكلام اللي انت عارفه. فقال يا جماعة احنا عايزين يكون مبدأ تأمين سيناء نأمنها بايه؟ بالتنمية. ده كان اول يوم او اول اسبوع يوم ما تولى الرئيس السيسي وزيرا للدفاع 2012 بالظبط. وقال انا هنشتغل على الكلام ده، وهو موضوع التنمية. اللي هي قالته مين؟ الامم المتحدة. السنة دي. قالت ان مصر نجحت في القضاء على الارهاب بالتنمية أولا، ثم بالقوة العسكرية.
يعني شوف الكلام ده ايه اهو قدامنا اهو الامم المتحده أيوة. موجود على 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 الشاشه نعم. واي حد يخش 28 يناير الامم المتحده مجلس الامن هيطلع القرار وهيطلع التقرير وفي مصر قالت ايه كويس لما جينا بقى استاذ رئيس يبدا يشتغل في الموضوع ده عشان تامن سينا لازم تعمل بنيه اساسيه ايوه لما كانت الاغاني بتقول سينا رجعت لينا تاني ما رجعتش يا احمد لان سينا دي جزء من اسيا كان في بيننا قناه السويس موجوده لما جم الناس بتوع الاستثمار وانا فاكر يومها كان في وانا دايما بقولها دايما واحد كان عايز يعمل مزرعه فراخ نص مليون فرخ قال لك الله طب انا هقعد على المعبر بنص مليون كتكوت سبع ساعات يكونوا ماتوا فبالتالي كل ده وقف عشان كده اول حاجه عملها سياده الرئيس السيسي عمل ايه الانفاق والكباري وهنا بقى يبقى سينا رجعت لينا بالظبط ان احنا وصلنا سينا بالوطن الام بقت حته واحده انما زمان هما ما فيش كان يا دوبك نفق الشهيد حمدي كل الانفاق الجديده دي اتعملت وبرضو عايزين نتكلم هنا يا احمد نعم. اللي عمل دي هي الشركات المصريه تمام نعم. اوراسكوم بتاعت ساويرس والناس اللي كان بيشرف فقط القوات المسلحه عشان ما حدش يقول لك ده القوات المسلحه لا القوات المسلحه كانت بتشرف بتحط الضوابط وبتتابع التنفيذ والاستلام نعم العمود 16 او 12 سيخ حديد ايوه يبقى 12 ما هوش 4 نعم فده كان دور القوات المسلحه فعملنا الانفاق ما بين 3 يوليو وتحيا مصر والشهيد احمد حمدي 2 بالظبط بورسعيد السويس اسماعيليه اتفضل بالظبط خلاص فكده انت اول حاجه وصلت سينا بالوطن الام 10 دقايق اهو تبقى الناحيه الثانيه هنا اول على طول والطريق رايح جاي و100 فل لحد بيوقفك فضل. ولا حد بيكلمك فضل. بقت فعلا متصل نعم بديت بقى موضوعات تانية نخش بقى على ايه اول حاجة مطار البردويل عندك بحيرة البردويل في خمس بحيرات في العالم اللي هم بتطلع احسن انواع سمك اللي هي البردويل ادي مطار البردويل منهم ايه بحيرة البردويل احنا عندنا 11 بحيرة في مصر لكن الوحيدة المصنفة من الخمسة الاوائل بحيرة البردويل اللي بتطلع سمك البوري والدنيس والسول اللي هو الموسى تمام البحيره دي كانت انتهت واتدمرت المينا اتعمل مينا في الصوره الثانيه هتلاقي مينا موجود وادي هتشوف المينا القديم بالمراكب اللي كانت تعبانه دي الحاجات القديمه دي القديمه تم تكريك كل ده تم تكريك المينا فتح قصد البحيره البغاز اتحطت على اعماق كتيره وهتلاقي الصوره الثانيه يا احمد ادي المراكب الجديده المراكب الجديده بالزبط. والمراكب الجديده احنا كان قدامنا يا اما نشتري من الدنمارك والسويد او جمهوريات البلقان خدنا من البلقان لان نفس التكنولوجيا بس قال وصنعناها في نقول ترسانة التمساح في الاسماعيلية 100 مركب جداد النهارده هم دول اللي بيشتغلوا عندنا في بحيرة البردويل الصورة الثانية التجميع بعد ما بتطلع المراكب دي بترجع الفجر تخش على المينا البردويل بتطلع تتفرز وبقى في مصنع جديد للتلج والفوم بتتفرز زي ما انت شايف والساعه 11 الصبح بتطلع الطيارات عشان كده عملنا المطار هناك على اوروبا يعني حضرتك النهارده تتعشى في باريس او ايطاليا بسمك البردويل طبعا البورسعيديه وانا بورسعيدي احنا كلهم زعلانين لان النهارده السمك كله بيتصدر انا عايز اقول لك يا احمد اسرائيل قعدت 6 سنين في سينا ما فيش سمكه من البردويل دخلت سينا كله كان بيتصدر لان زي ما قلت لك دي اجود انواع الاسماك انا نسيت اقول لك ان المكن المراكب اللي طلعت دي احدث انواع التكنولوجيا المركب ده في مصنع بتاع تلج جوه كان زمان المراكب القديمه تسرح زي ما بيقولوا او تطلع الطلعه وواخده تلج من مصنع التلج النهارده لا انت بترقى وما ترمي الشبك وتلاقي سمك بيطلع تقوم واخده ومشغل المصنع اللي هي المراكب دي المراكب دي كلها بتشتغل بسونار كان زمان يطلع واحد فوق القلع من فوق يقول لك الله المايه بترمى ارمي الشبك يبقى في سمك لا النهارده دي كلها فيها اجهزه رادار بتعرف الاسراب السمك وبترمي وبترجع المركب دي بتقعد حتى 12 يوم خارج البغاز وتشتغل وبتاكل وبتشرب وبترجع المراكب تاني نخش على حد تاني حاجه اتعملت وهي تطوير مينا العريش مينا العريش يا احمد حاليا بتصرف عليه 4 مليار تمام والمنطقه الاقتصاديه قناه السويس هي اللي متولياه كان ساعته ده 4 مراكب
يعملوه 4 مراكب. النهارده بقى ساعته بيتعمل، هيوصل هنشوف الصوره الثانيه اللي بعد كده. نعم. وهو هيسع حتى 20 مركب عشان هيتصدر كل حاجه سينا من هذا ادي المينا. نعم. في رصيف بيتعمل 242 متر، السفن التجريه بغطي 7-8 متر. نعم. مساحات مغطاه للتخزين. نعم. فنار، شمندورات، كل ده المينا الجديد اللي بيتعمل، والمفروض هيخلص نص السنه الجايه 2023. نعم. نخش على مصانع الاسمنت اللي اتعملت في سينا. النهارده بقى في 3 مصانع اسمنت. نعم. كل دول مش هيخصوا مصر، كل ده للتصدير. انت عملت طرق جديده وعملت مينا جديد عشان دول يتصدروا فين؟ الى كل الخارج اللي موجود. خش بقى على حاجه تانية مهمه جدا وانا بعتبرها اهم حاجه اتعملت في سينا، وهي توطين بدو سينا. ايه اللي حصل بقى؟ انت عارف بدو سينا رحل. وايام الفتره اللي فاتت، انا مش عايز اقول في حد. نعم. كانت سينا تابعه للشرطه، وزاره الداخليه. نعم. واتعمل شويه قرى ويجوا الاهالي للشيخ القبيله، خد يا عم، لا مش دي دلوقتي، لا دي جديده، دي الجديده. خد يا عم بتاع المفتاح. فياخد المفتاح ويمشي لانه عايز ميه. نعم. الرئيس السيسي وهو مدير المخابرات تولى سينا وقال الفكره ايه يا جماعه؟ لا انا الاول اعمل بير ميه، وبعد ما اعمل البير اعمل ايه؟ المساكن. نعم. فالمساكن شايفها دي احد القرى. معمول بير، الاول البير طلع ميه، اتعملت المساكن، اتعملت مدرسه، اتعملت وحده صحيه، اتعملت كل الكلام ده، والمفروض النهارده في شهر 8/2023 هيبقى تم توطين جميع قرى او بدو سينا في هذه المدن الجديدة. عظيم. ولن يصبح في سيناء بعد ذلك أي بدو رحل. أضبط بقى الناحية التانية كمان. الحاجة الأحلى من كده يا أحمد، هنشوف الصورة، المدارس. نعم. النهاردة بقى في نخل والتمد والكونتيلا وبير اللحفن، كل الكلام ده كانش في مدارس قبل كده فيها. فالنهاردة داخل السنة دي اللي هو اللي احنا فيها دي، ما تخلص إن شاء الله أول دفعة هتتخرج وتاخد الثانويه العامه من ابناء القبائل دي يا احمد. نعم. فسياده الرئيس امر ان السنه دي هيخش بالتعيين، لازم يبقى فيهم ابنائهم من الشرطه والكليه الحربيه، ويخشوا عشان يطلعوا وكلاء النيابه، كليه الطب. اذا انت رجعت اهل سيناء للوطن الام، مش بالكلام ولا بالاغاني ولكن بالايه؟ بالعمل. بالعمل، وانهم بقوا جزء من هذا المجتمع. بنتكلم على انفاق هائل، تنميه هائله وانفاق هائل. بنتكلم على ده 240 مليون بس بتاع التعليم شمال سيناء. نعم. انا يا احمد كنا احنا بنحضر احتفال طابا انا والدكتور مفيد، ورحنا جامعه سلمان في شرم الشيخ. انا فوجئت. سيناء بقى فيها جامعه بحجم الكليات والتنظيم والجهود، وانا بكلم رئيس الجامعه، احنا بنتكلم قبل المحاضره اللي بنعملها، قال لي ان 70% من الاداريين من ابناء سينا. كمان 3 4 سنين ياخدوا الخبره يبقوا 100%. لكن حاليا كل المعيدين والكلام ده من القاهره. النهارده سياده الرئيس اتكلم على زراعه ما يقرب من 500,000 فدان هيكونوا في سينا. جاي لك عليها. جاي لك عليها اللي بعديها. أيوة. جاي اللي بعديها. اللوحه اللي بعديها. نعم. 450,000 فدان، اللي هي 500,000 فدان في سينا. نعم. ودول هيتزرعوا منين بقى؟ مش من ميه النيل. لان احنا عملنا اضخم محطه معالجه ثلاثيه في العالم في بحر البقر. نعم. خدنا الميه بتاع الصرف الصحي، الصرف الزراعي، كل ده كان بينزل بحته المنزله وكان مدمرها. نعم. في الصوره الثانيه. نعم. انت عملت الكلام ده عشان تزرع 500,000 فدان في سينا. شوف دول كام واحد بقى هييجوا يعيشوا. نعم. اذا انت النهارده بديت تنمي سينا، واعتقد ان الحمد لله بالتنميه هيطلع الاستقرار. ما هو ده يمكن قبل ما نروح للجزء الاخير، لانه انت هنا بتتكلم على تنميه، بتتكلم على انفاق، ربما بنتكلم على رقم 500-600 مليار، ربما عايز تنفق هذه الارقام في سينا في التنميه والناس والتسكين، بان عايز توطن اكتر من 1 مليون أو 2 مليون او ربما 3 مليون مواطن في سيناء. نتكلم على المنطقه، المناطق اللي كانت سينا كانت ايه، والاتفاقيه 79 كنا ايه، والنهارده وضعنا بقى ايه؟ اشكرك يا احمد. بص يا احمد، انا كنت رائد صغير ولما الرئيس السادات وقع اتفاقيه سلام انا كنت زعلان بمنتهى الامانه. ليه؟
لان احنا وقعنا اتفاق السلام. لو سمحت نطلع الصوره بقى الاخيره بتاعه المنطقه الف وب ج، كانت الاتفاقيه بتقول المنطقه الف اللي هي فيها قوات عسكريه، المنطقه ب كانت قوات شرطه وحرس الحدود اهي، المنطقه ج مالكش توابط عسكري خالص. فانا في يوم اتخرجت كنت قاعد في يعني العريش ومكتاف، الله فين دي راحت؟ كنت زعلان. ويوم الرئيس سادات بحكمته وعقله قال يا جماعه احنا خدنا دي وهناك من سيجيء بعدي وهيكمل. السنه اللي فاتت كان الرئيس سيسي قعد مع رئيس الوزراء الاسرائيلي واعاد وجود القوات العسكريه المنطقه ج، واصبحت قواتنا مسيطره على سيناء بالكامل. هذا الكلام للاسف ما خدش حقه من الاعلام وكتير جدا ما يعرفوش، ولازم نقوله النهارده. والله يا احمد انا قلت ايامها، قلت انا يعني سعيد ان انا يوم ما هموت دلوقتي وفي كل جندي مصري واقف على خط الحدود ورجع تاني. انما قبل كده برضو سيناء رجعت لينا كانت بالاغاني لانها ما رجعتش، انما كده النهارده نقول ان احنا بقرار الرئيس السيسي، واياميها بقى يوم اجتمع مع يعني رئيس وزراء اسرائيل قعدوا بقى يطنطنوا وادي يشوف بيقعد مع العدو، لكن بعديها بشهر كانت الاتفاقيه اتفقوا عليها واتوقعت. والنهارده ان كل مصري يكون فخور ببلده، ان المنطقه جيم، ان كل سينا النهارده بيتواجد فيها جنودنا المسلحه من القوات المسلحه اللي هو ما كانش قبل كده الكلام ده بيحصل. يا احمد احنا انا كنت في المنطقه الف وجينا مره كنا عايزين نروح هناك قالوا لي اقلع اللبس العسكري ممنوع تخش المنطقه ج، لو الامم المتحده هتعمل مخالفه لمصر نقول ايه؟ نقول ايه؟ فالنهارده بقول لك انا عن نفسي سعيد ان انا يعني اغادر حياتي والمنطقه ج او سينا كلها اصبحت تحت سيطره القوات المسلحه. ربنا يعيد حضرتك الصحه يا رب باذن الله. متشكرين يا احمد وكل التحيه لحضرتك. ولكن خلينا قبل ما نختم اللي يعني، ودايما بنستمتع بكلام حضرتك وتشرح لنا ويعني بشكل مفصل وتوعيه للناس كمان على هذه الاوضاع وفي ظل كمان الاحتفالات بانتصاراتنا اكتوبر. النهارده السيد وزير الخارجيه كان عامل لقاء مع وزير الخارجيه اليوناني، وكان في رفض تام من مصر على ما قامت به تركيا مع ليبيا الاسبوع الماضي، واللي هو امتداد لعملوه في 2019 توقيع مذكرات تفاهم تسمح لتركيا انها تنقب عن بترول عن غاز في الاراضي الليبيه وفي المناطق الاقتصاديه الليبيه. حضرتك بتشوف هذا الامر ازاي في رفض مصري تام لهذا الموضوع؟ تمام يا احمد، انا بكتب يوم الخميس في الاهرام. ازيك انت بتكتب الجمعه؟ طبعا نعم. انا بكتب يوم الخميس في الاهرام. نعم. فانا يوم 8 فبراير والاسبوع اللي بعديه 15 فبراير 2019 كتبت مقالتين، التحرش التركي للغاز في المتوسط. تمام. طيب نشوف اول بقى صوره عندنا او اول لوحه. نعم. اللوحه دي اولا كلها من الانترنت. افتح الانترنت ماكنزي هتلاقي الصوره بتاعه الاوضاع اللي موجوده عندنا، حقول الغاز والدول وحقول الغاز. نعم. طيب نقول يا احمد في الامم المتحده عامله قانون خلاص بتقول ايه؟ ان المياه الاقليميه لاي دوله 12 ميل، يعني كده وانت واقف فوق شط اسكندريه 12 ميل لو حد دخل يضرب بالنار. دي المياه الاقليميه. الامم المتحده بتقول ان لو 350 ميل من حقك تفتش على الغاز، لو 200 ميل تصطاد. خلاص. فبناء على كده برضه تتحسب للرئيس السيسي انه رسم الحدود البحريه اهي قدامنا. موجوده. شوف ايجيبت وفوقها سايبرس اللي هي قبرص، وهتلاقي باللون البرتقاني على الجنب ده حقل زهر. هتلاقي في قبرص عندنا برضه باللون البرتقاني افروديت الحقل بتاعها. تحت عندنا الوان برتقاني في قدام الدلتا كده في البحر المتوسط اللي هي سلامات والكلام ده كله، الكذا حقل اللي بيتمه اللي بيجيبوا لنا 3 4 مليار، لكن زهر لوحده بيجيب 3 مليار دولار. لو بصينا على الرسم البياني اللي في الجنب، الكلام ده كله من افتح ماكنزي على الانترنت عشان ما حدش بيقول انا بقول ولا بعمل. خلاص. لسان حقل زهر لحد 2045 هيجيب لنا كل شهر كل سنه 3 مليار، نص دخل قناه السويس، زائد الحقول اللي حاليا اللي موجوده 3 4 مليار. في عندنا 64 حقل استكشافي، لو طلعنا منهم 3 4 زهر تانيين ده احنا هنكون عدينا. ماشي ان شاء الله. طيب رب. ان شاء الله. نخش بقى على اللوحه الثانيه اللي انت اتكلمت عليها. نعم. بقى اللوحه اللي بعديها. نعم. جه الاخ فايز السراج الله يلا مش عارف ايه، راح عامل عقد مع تركيا، اتفاق
وراحوا مرسمين حدود كانها حته التورته يا احمد. بص حد يعمل كده؟ خط كده وخط كده. طب كريت اليونانيه فين؟ الحقل فين؟ حدودها فين؟ المياه الاقليميه. الكلام ده كله طبعا كان كلام اولا غلط، لانه فايز سراج رئيس حكومه وكانش من حقه. وبعدين لو عملك كده لازم البرلمان يوافق. يعني النهارده هل يجي الدكتور مصطفى مدبول يوقع عقد مع اي دوله؟ لا، في لازم البرلمان يوافق. ده كل الدول، حتى اردوغان راح مدخلها البرلمان التركي يوافق عليها، لكن ليبيا ما وافقتش. المهم مصر كنا بنتداول بقالنا 10 سنين مع اليونان. رحنا عملنا اخيرا وصلنا لاتفاق، وهو اللوحه اللي بعديها رسمنا الحدود مع اليونان. وانت لما بترسم الحدود، لو نبص اللوحه اللي بعديها بترسم الحدود يحمل الدول بتمضي وبعدين توديها للامم المتحده. الامم المتحده تمضي، يبقى خلاص. ليه ميزتها ايه يا احمد؟ الشركات ما تخشش تنقب عندك الا لما تكون انت مرسم الحدود مع الدول اللي جنبك وموقع عليها منين؟ من الامم المتحدة. فاحنا لما رسمنا الحدود مع اليونان وعلى ايطاليا، نبص اللوحه اللي بعديها اتضربت الترسيم اللي كان عمله اخوك اردوغان مع ليبيا. مع ليبيا. مع بص على اللوحه الثانيه اهي. بص انت رسمت والحدود مظبوطه تبع الامم المتحده، واحنا ماضيين طبقا للاتفاق الدوليه، وبالتالي ضاعت الكلام. وعشان كده انا كتبت المقاله بتاعتي ايامها. وانا بقول لك يا احمد، الفتره القادمه اذا حصل اي حرب ستكون بسبب الغاز في شرق المتوسط. النهارده جه الافندي الجديد وراح دبيبه وراح ماضي تعاقد مع تركيا. وبعدين ده ايه؟ حد في الدنيا بيتعاقد مع دوله تنقب على البترول قصاده؟ يا راجل، ما احنا متعاقدين مع ايني وشيل وبريتش بتروليوم، هات شركات. انما النهارده عشان تمضي حاجه زي كده، وزير الخارجيه وزيره الخارجيه الليبيه بتمضي، ده فين حق الشعب الليبي؟ هو النهارده عشان دبيبه يقعد، وطبعا الناس مش عارفه دبيبه ده كان اصله ايه؟ مقاول. مقاول. انت فاهم؟ ايام عهد القذافي. النهارده هو قاعد مبسوط بالحته اللي وقعت فيها. هو قاعد بطريق غير شرعي كمان. هو طبعا مدته انتهت وخلصت. انما بيعتمد على مين؟ على 20,000 مرتزقه. النهارده الدخل بتاع البترول الليبي بيروح للمرتزقه. بيروح لتركيا لانها عامله قاعدتين عسكريتين عنده في طرابلس. طيب رفض مصر سياده اللواء سمير، رفض مصر بشكل واضح لهذا الامر وما تم توقيعه ما بين تركيا وما بين الدبيبه حكومه غير شرعيه، رفض مصر ماذا يعني في حاله انه ليبيا بدات عمليات تنقيب، وطبعا في هذه المناطق اللي هي المفترض انها او تجاوزت اللي الرئيس رسمه في 2020 الخط الاحمر، ايه اللي ممكن يعني ايه القادم في الملف ده تحديدا؟ هل ده معناه ان احنا بنتكلم على يعني عوده لازمه كبيره؟ يا احمد عشان كده الكلام ده بقى نقوله للناس اللي كانت تقول لك انتوا جبتوا المسترال ليه؟ وجبتوا الرافال ليه؟ وجبتوا الفرقاطات ليه؟ والغواصات ليه؟ عشان تحمي استثماراتك. شوف الناحيه الثانيه في ايه يا احمد؟ النهارده اسرائيل واخده البلوك رقم 9 في لبنان وبتطلع منه ولسه ما اتفقوش، وقال لك الحقل انا هاخده وهنتج غاز السنه اللي جايه، الشهر اللي جاي. ولبنان بتستورد غاز. ليه؟ ما عندهاش قوه عسكريه. اذا ده لازم يقول لنا ايه يا احمد؟ ان لن يؤمن حدودك واستثماراتك غير ان يكون عندك قوه عسكريه. مش لازم نحارب، احنا مش جايبين نحارب يا احمد. احنا جايبين عشان نرضى اي حد. اوعى تقرب لحدودي. لكن النهارده بالمنظر ده هتلاقي على جنبك بكره الصبح في البحر المتوسط تركيا. فالموضوع هيشتعل. فحقيقي، وعشان كده النهارده كان الاتفاق ومقابله وزير الخارجيه المصري مع اليوناني هيكون حاجه مهمه. واعتقد اليونان مش هتسكت لانها هتبلغ حلف الناتو والاتحاد الاوروبي، والاتحاد الاوروبي قبل كده رفض الاسبوع اللي فات الاتحاد الاوروبي طلعوا بيان رفض رفض للكلام ده بالزبط. وخاصه لما كان بيتحرش مع قبرص وهي عضو الاتحاد الاوروبي. اردوغان طبعا النهارده بيحاول يجيب فلوس من اي حته، الهبره بتاعت ليبيا كويسه، الفلوس كلها بتاعت الشعب الليبي راحه لاردوغان، انت فاهم، عشان يحمي الدبيبه ويقعد. انا طبعا الدبيبه ممكن بكره يعملوا مشكله زي ما حصلت قبل كده نقاش في كام شهر واشتكت، انما ده واقع. النهارده فلوس الليبي الشعب الليبي راح فين؟ راح ليبيا عشان تحمي دبيبه وانه يفضل موجود في كرسي الحكم، ولكن مدته انتهت
وليس من حقه انه يوقع على اي اتفاقية، حتى لو وقع فالبرلمان رافض. برلمان رافض وفتح بشاغة اللي هو الرئيس الشرعي رافض. رافض، فاذا بالتالي بكل المقاييس مرفوض هذا الاتفاق، وارجو الا يشتعل الموقف في المنطقة وندخل فيه دوامة تانية الفترة القادمة. اشكرك شكرا جزيلا اللواء دكتور سمير فرج، كل التحية.